إذا نظرنا إلى كل دولة مغاربية على حدة، فتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية تختلف من دولة إلى أخرى. فمن ناحية الاقتصادية والمالية، لعل الجزائر وليبيا هما المستفيدان الوحيدان في المنطقة المغربية بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وحاجة العالم خاصة الدول الغربية إلى هذين يعني المصدرين من الطاقة. باقي الدول المغاربية من ناحية الاقتصاد والمالية متضررة بسبب ارتفاع أسعار النفط وباقي الواردات من مصادر الطاقة والحبوب وغير ذلك. لكن إذا أخذنا المنطقة المغاربية كمنظومة ونسق إقليمي، فليس هناك تأثير كبير، لأن هذا النسق الذي تميز بالشك المتبادل وعدم الثقة بين الدول المغاربية والتنافس وإلى غير ذلك استمر عبر كل الأنظمة الدولية من الثنائية القطبية الأحادية القطبية، والآن إرهاصات أولية لنظام متعدد الأقطاب، وبالتالي على مستوى المنظومة المغاربية سيكون هناك تأثير على هذه المنظومة. بحث التأثيرات السياسية والاستراتيجية، لحد الآن المغرب يدير العلاقة مع الحرب بطريقة جد متوازنة، بدأ منذ أول وهلة وهو ينأى بنفسه عن الانخراط في أي محور من المحاور، ويحافظ على توازن العلاقة مع روسيا لاعتبارات تخص القضية الوطنية، وفي نفس الوقت يعني يقوم بكل الاحتياطات اللازمة من أجل إدارة التوازن الإقليمي في علاقته بالجزائر. أنا أعتقد بأن الذي يمكن أن يعيش تحديات أكبر هو الجزائر، على اعتبار أنها تعيش اليوم حالة عزلة شبه كاملة، بسبب أولا قطعها للعلاقات مع المغرب، بما يفيد بأن حدودها من جهة الشرق مقفلة، وأيضا حدودها من جهة ليبيا أيضا مغلقة لاعتبارات أمنية، ويتدخل نفس الاعتبار الأمني ليجعل حدودها مع في جنوبها وبشكل خاص مع الصحراء حدود تثير كثير من التحفظ والحذر والاحتياط، وأيضا تبقى رئتها المفتوحة وبشكل نسبي مع تونس. أنا أعتقد بأن توترها مع إسبانيا وأيضا توترها الحالي مع فرنسا يعني يعطي فرصا أكبر للمغرب لتعزيز موقفه ولكسب نقاط في تموقعه الاستراتيجي مع أوروبا. لا أعتقد بأن توثيق العلاقات الجزائرية مع روسيا يمكن أن يضر المغرب في شيء، على اعتبار أن الطلب الجزائري يقابله شروط روسية لا تستطيع الجزائر أن يعني تحققها، لأن ذلك سيجعلها في حرج شديد أمام الاتحاد الأوروبي وأمام الولايات المتحدة الأمريكية. روسيا لا يمكن لها أن تستثمر كثيرا في علاقتها مع الجزائر بما يفيد تمكينها من كل طلباتها، سواء تعلق الأمر بالانضمام إلى البريكس أو بتمكينها من صفقاتها العسكرية أو من سلاح جد متطور تضمن به قدرا من التوازن العلاقة في المغرب، لأن لروسيا طلب رئيس يتعلق بأن تكون الجزائر بوابة لنفوذ استراتيجي روسي تدخل به عبر الجزائر إلى منطقة الساحل جنوب الصحراء وتمتد إلى إفريقيا، وهذا خط أحمر بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما يجعل المغرب الآن في وضع نسبيا جد مريح ما دام أنه يحافظ على توازن العلاقة مع روسيا دون أن يخسر حلفائه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.